بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة قادسية، كلية التربية، دكتور نفاق حمزة قعيم. يعني لتوضيح عملية مطالبة الطلبة بالتقرير وكيفية إرسال التقرير بصورة سهلة إن شاء الله، سوينا هذا الفيديو ليوضح للطالب والتدريسي كيفية المطالبة وكيفية إرسال التقرير من قبل الطالب واستقباله من قبل التدريسي. بسم الله الرحمن الرحيم. التدريسي طبعا هذا الصف الإلكتروني مالته يذهب إلى الكلاس وورك. بالكلاس وورك هو الواجب الصف طبعا يقول له كرييت أو إنشاء، يروح على أسايمنت أو مهمة بالعربي، خاف يعني الصف مالتك باللغة العربية، يكتب العنوان. العنوان مثلا هو تقرير مادة مثلا المعادلات، معادلات تفاضلية يعني الجزئية، نقول مادتي. هنا يكتب المطلوب شنو بالتقرير، يعني إذا يحب يعطي توضيح، يحب يعطي مثلا عنوان، يكتب مثلا أعزائي الطلبة، طلبة أعزائي الطلبة، مطلوب كتابة تقرير حول المواضيع الآتي، ويكتب المواضيع مثلا يختار لهم، لأن الطالب فيه تشويش معين مثلا، وممكن يكتب له بأي موضوع يخص هذه المادة مثلا، لكن من التحديد أفضل يكون مثلا معادلات تفاضلية من الرتبة الأولى، مثلا تحويلات فورير، مثلا تطبيقات مثلا تحويلات لابلاس، مثلا معادلة الموجة، وهكذا. بعدها يكتب يتم إرفاق تقرير بهذه أو بهذا الواجب. هنا مثلا يعطي ملاحظة مثلا يمكن للطالب كتابة التقرير بأي موضوع من مواضيع هذه المادة. وإذا يريد يعطي روبريك يسوي كيف، ما يريد يعطي يوجه المن هذا الصف ولي يا طلاب، يكتب الدرجة هنا مثلا من شقد هي الدرجة، من 30، وأيضا شو وقت يعني نهاية المطالبة بهذا التقرير، مثلا خلينا نقول مثلا 10/7 جولاي، ساعة مثلا آخر شيء اللي هي 12 بالليل، هاي النهاية مالته. مثلا هو شو وقت يريد يطلق سكيجول يسويه، هنقول غدا الساعة 8 الصبح سكيجول، فتحدد من إلى تاريخ والساعة. فهذا هسه اجى بالستريم تقرير المادة أو المادة اللي اعطيناها تقرير المعادلات التفاضلية، بس هو يسوي السكيجول. هندخل نسوي له بوست مباشر، نلغي هذا ونسوي له بوست او اسايمنت مباشر على مود تشوف الطالب شو راح يسوي. هذا التقرير اجى،
واكيد الطالب ايضا راح يشوفه تقريبا ماده المعادلات والفرضيه الجزئيه. هذا انت هسه خليته بالستريم او بالدفق اللي عندك. هسه الطالب شلون راح يستلمه وشلون راح يجاوبه؟ نجي للطالب. الطالب راح يجي لساحة المشاركة أو الواجبات اللي عنده اللي مشارك بها هو، ويلقي تقرير مهمة دراسية، تقرير مادة معادلات تفاضلية جزئية، راح يفتحه. هذا الطالب، هذا عمل الطالب. راح يلقي المطلوب منه والرسالة اللي أنت كاتبها إليه، وراح يبدي يكتب التقرير ويكمله. على الجهة اليسرى إذا كان بالعربي، وعلى الجهة اليمنى إذا كان باللغة الإنجليزية، يعني الصف مالتك تلقي إضافة أو إنشاء، إضافة أو إنشاء يعني add or create، ويضغط عليها الطالب ورا ما يكمل التقرير مالته، يضغط عليها ويقول له ملف فايل، يختار فايل الطالب. هذا عمل الطالب. هسه احنا عمل الطالب اختيار ملف من جهازك، هاي سواء بالموبايل او بالحاسبة تشتغل على عمل ملف من جهازك. يختار التقرير وين هو خازنه او وين حافظه، يختار التقرير مثلا، يختار اي تقرير مثلا، هذا الملف هو التقرير، ويعطيه تحميل، يعطيه تحميل. حمل الطالب التقرير مالته على المهمة اللي انت مكلفه بيها. اجي هذا التقرير هنا، بعدها الطالب لازم يضغط على تسليم، وايضا تطلع على رسالة تأكيد للتسليم، نعم يعطيها تأكيد، تم التسليم. وممكن في اي وقت اذا سلمه قبل الموعد، يعني في اي وقت يقدر يلغي التسليم ويسلم ملف جديد ايضا اذا كان بخطأ او فد شيء، لكن في نهاية الوقت بعد ما مسموح له. فلحد هنا انتهى عمل الطالب، سلم التقرير، انتهى. نجي للتدريسي. التدريسي شلون يعرف بين هذا الطالب ومنو سلمه ومنو لا؟ يروح للمهمة نفسها، نعم الستريم، للمهمة نفسها اللي يكلفه بيها. يفتحها، يلقي بين هاندين، يعني اللي سلم هو واحد. اللي سلم واحد. والاسايند يعني اللي اذا اكو طلاب، لان هذا صف بس طالب واحد، اذا اكو طلاب هم يطلع على عدد اللي ما مسلمين بعد. اللي سلم واحد، يدوس على اسمه، اذا اكثر من واحد يضغط اسم اسم، و يضغط على التقرير مالته، يفتحه تقرير الطالب، ينفتح التقرير، وهنا الدرجه راح تطلع له، يقدر هو يتصفح التقرير، صفح التقرير هنا ويقرا، وشنو المعايير اللي عنده يخليها. بعد ما يقرا ويكمل يقدر يخلي الدرجه النهائيه هنا مثلا 23. يريد يرجع الدرجه للطالب، يريد ما يرجعها، يتاني لحد ما السيفنج ينتهي، نو ريتيرن، لان ما دايس على ريتيرن، ما اريد ارجع الماده للطالب هني، خليها درافت. والطالب اللي بعده ايضا اقدر اجيبه منه من التنقل، او اي طالب انا اقدر اختاره، هنا تلقى الطلاب هواي، او تقدر تبحث عنه بالفيرست نيم، تسوي له سورت ترتيب. وهاي الطلاب من اليمين ومن اليسار تقدر تتصفحهم اذا اكو طالب ثاني، وهكذا الطالب الثالث والرابع لحد ما تكمل كل الدرجات. كل الدرجات مثلا راح يكمل، تلقي هنا كل طالب ودرجته، كل طالب والدرجه مالته مقابله. هذا بالنسبه للطالب يعني، والدرجات اللي محدده لكل طالب. فقط في ارجاع او تجميع الدرجات لكل الطلاب في ورقه اكسل، ممكن تاشير اول ستودنت او كل الطلبه او جميع الطلبه، والذهاب الى هذه الاعدادات المسننه، واختيار كوبي اول ماركس تو جوجل شيت. من راح نضغط عليها راح يظهر لنا تقرير كامل بدرجات الطلاب. هسه هذا الطالب ميثاق قعيم، وهذا البريد الالكتروني، هذا من 100، ودرجته بالمعادلات التفاضليه، المعادله التفاضليه الجزئيه،
هي هذه الدرجة. وأيضا هنا راح يطلع لك معدل مال الامتحانات، إذا أنت ممتحن أكثر من امتحان. ف23 من شقد؟ من 30، هو منطقي 23 من 3. هذا الملف بعدين تقول له من فايل داونلود 3D اكسل 3D بي دي اف زد اي بي، اي ملف انت تريده، مثلا اذا بي دي اف راح يطلع لك بهذا الشكل، تختار حتى حجم الورقه وغيره. هذه الدرجه مالته، هنا لين اكثر من ماده ظاهر، لكن انت عندك ماده واحده فراح يطلع فقط هذا. بعدها تقول له اكسبورت، اكسبورت للملف يعني سوي له داونلود يمك درجاتك، و تفتحه الملف البي دي اف راح تلقي الاسماء الطلاب ودرجاتهم. هنا لين قلنا اكثر من ماده وحجم الورقه ما يتحمل. تقدر ايضا تخزنه اكسل بنفس الوقت، تقدر تحفظه اكسل ايضا من فايل، وتختار داونلود وتقول له مايكروسوفت اكسل، راح يجي الخزن عندك هنا بهذا الشكل. واكسل نفس الشيت اللي انت فاتحه راح تلقيه ايضا في برنامج الاكسل اللي يمك. فهذه طريقه سهله يعني حتى انت تشوف درجاتك وتشوف درجات الطلاب والجميع. هذا اكسل يعني واضح جدا، وهذا درس الطالب المعادله التفاضليه الجزئيه. هذا اللي ما راح تلقيه لان انت ممتحن تريد منه تقرير واحد في هذه الماده. و الاسم مالته والبريد الالكتروني ايضا درجته من 100. كل هاي الامور انت تقدر تتحكم بها لان هو صار الملف اكسل في عوزتك، وتقدر تتحكم به باي طريقه انت تشوفها. شكرا لحسن الاستماع.